السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم صحة جيدة وأحسن الأحوال كيف ديما. عواش مبروكة ورمضان كريم، الصحة والسلامة بالهنا بطول العمر. باكم العبدي هو باكم العبدي، الناس تركب في الرونج وأنا نركب في 120 درا، الله يجعل البركة. على عيد نهود نتسارح، مرحبا بكم، نخرجوا معكم واحد الخريجة. واحد دويرة خفيفة نتقداو شي حاجة خاصة للدار ونمشيو نصور معكم شي أجواء ديال الكعك والحلويات في الفران والطرق ديالهم كيفاش كيطيبوا. ومرحبا بكم مع باكم العبدي، اليوم راني راكب مع السي محمد كندور في لاكار في جمعة تحيم، الأجواء كيف ما كتشاهدوا وتابعونا إن شاء الله. نتمنى الفيديو ينال إعجابكم ويرضيكم ومرحبا بكم. وباكم العبدي راه راشق ليه اليوم، دخلوا اكتشفوا واش كاين. وسوقه وسوقه الشيفور، وسوقه وسوقه الشيفور، يا سوقه ودير كلا على المطور. وسوقه تبارك الله على الدكاري، مرحبا بنا عندك. ها عمر دكاكل ما يشوف الدل، كي داير؟ كلشي بخير لاباس عليك؟ السلعه دوريجين اخويا. لا كلشي دوريجين الحمد لله. عندك عندك جيني رخيص على الوقت الميساء. شحال لا فوق شحال؟ 30 درهم. 600 درهم عرشة مليح نهاص ماشي مشكل. خوخ بشحال؟ 13 درهم. فريز 13 درهم الفريز. وين؟ 13 درهم. كيوي؟ كيوي 20 درهم الكيلو. مونغ 500 الكيلو. بالنسبة للمونغ عندنا 25 درهم الكيلو، وهذا المزاح 15 درهم 300 ريال. بالنسبة للكيوي 20 درهم للكيلو كيف ما كتشاهدوا، 20 درهم للكيلو. هنا كيف ما كتشاهدوا هذا الفقاس حلو بالجلجلان، هانتوما فقيق قصاص ديال الشريبات ديال الصغيورين. وهنا كيف ما كتشاهدوا هذا الكعك حتى هو كذلك مثال، كيطيب نص طيبة ويخرجوه. علاش؟ باش كنقولوا حنا كيتشمع وما يجيش مبوق من الداخل، وما يعني ما يجيش من فوق، يجي هشيش وشاد في راسه. وبالنسبه لهذا، هذا الكعك باللوز، هذا الكعك باللوز، يعني اللوز مطحون وداخل وسط العجينه ديالته. هنا باش مخدوم كيف ما كتشاهدوا الطريقه ديالته بالموس المرشم. هذا الكعك العادي جلجلان والنافع كيف ما كتشاهدوا، حبة حلاوة. هنا بالنسبة للكرواسون هانتوما شوفوا كيف الشكل ديالها، هانتوما هنا كيف ما كتشاهدوا هما الطاوات ديالنا ما خرجوا. ايوا هنا باكم العبدي بعد ما تساريت لاكار كامل، جيت عند الاصدقاء ديالي عند السي حسن والاخوان ديالو. بالنسبه لهادو قريسات، القريسات بلديين كيف ما كتشاهدوا بالنافع والزرارع كي كنا نقولوا بكري، او الجلجلان او حبوب السمسم باللغه العربيه. هنا بعد ما خمروا يعني بعد ما تقرصوا وخمروا كيدهنهم بالبيض. اش كيديروا للمطاطا؟ البيض مع اش كتخلطوا؟ شويه الخل، البيض وشويه الخل كيف ما كتشاهدوا، وكيترشوا بالجلجلان. وبالنسبه لهاد الكرواسون او بتي هاد بتي بان شوكولا، بتي بان شوكولا صغيورين كيتعجنوا بالزبده. جيت لقيتهم عجنوا، يعني ما تحتش لي الفرصه باش نشوف معكم المقادير ونوريكم الطريقه ديالته، ولكن مره اخرى ان شاء الله. ها هما دابا سيرمي فيهم في الفران، دخل عاد دخل صافي عاد
ما كيف ما كتشاهدوا في الفران بلدي ديال الزنقه كنقولوا حنايا حومه. بالنسبه للفران الحومه هو هذا، ها انتم الطريقه ديال التسخان ديالو بالعود حتى كيسخن مزيان عاد كيبداو يخدموا فيه. هذه الفرينه الفوقانيه وهذه الفرينه التحتانيه. وهنا بمناسبه عيد الفطر الشريف كيف ما كتشاهدوا هانتوما تحضيرات حلويات العيد، وهو الكعك المسفيوي اللي معروفه به منطقه عبده، خصوصا كيف ما كتشاهدوا هانتوما اللاطات بكميات كبيره. وهنا هنا هاد الشكل كيفاش داير في المرشم. واللي بغى الفيديو راه عندي في القناه اللي كتسجلت معاكم من قبل، بالنسبه لواحد في داري وواحد كتسجلته مع واحد السيده جارتنا تاهيايا، راه دخلوا القناه ان شاء الله. واللي بغى شي حاجه يتواصل معاهم. وهنا بالنسبه لهذه هي غريبه اللي دايره ضجه عندنا في مدينه اسفي معروفه، الغريبه كيف كتشاهدوا. هذه شحال من مقادير هذا؟ لا لا أربعة 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 تاش أربعة زيت، أربعة سنيدة، أربعة رابعة زبدة، أربعة الخمارات في الكيلو، والدقيق على حسب الخليط. هي هذه حلوة 4×4 كيف ما كتشاهدوا. وبالنسبة لهذا المرشم كيف كنقولوا حنايا، نفس المقادير اللي في الغريبة هذه اللي كتشوفوا، إلا الخمارة هنا خمارة واحدة كنديروا فيها خمارة واحدة فقط. ملي كنجيبوها للفران ونبغوا ندخلوها للفران كندهنوها بشويه ديال البيض كيف ما كتشاهدوا، واحد شويه ديال القهوه ولا الخل ولا كل واحد باش كيدهنها. هي من الاحسن نسكافي مع البيض باش كتعطي ديك الكولور كيف ما كتشاهدوا. هانتوما ملي كتجي طيب كتجي محمره. وهنا الكعكه راه بالطبيعه راه عندي في الفيديو الطريقه ديالتو المقادير والشكل ديالو كيفاش كنصاوبوه. وبالنسبه للاخوات اللي كيسولوني بان راه ما عندهمش الماكينه، ما عندهمش المرشم، ما عندهمش الطومبو باش تصاوبوا، راه عادي جدا، راه ممكن تصاوبوه تحربلو غير بيديكم وتصاوبوه بالموس على هذا الشكل. هنا بالنسبه لهذا بريستيج ها هو مدهون بالبيض والجلجلان واللوز كيف ما كتشاهدوا هانتوما. وهنا الكعك هانتوما بعد ما كيطيب، كي كنقول لكم دائما راه كيطيبوه نص طيبه باش ما يجيش مبوق، ويخرجوه ويخلوه حتى يبرد عاد عاودوا يرجعوه. والفران دائما كتكون عافيته ماشي طيب، ما كيكونش الفران سخون، كيترمى في الفران نقولوا حنا يعني ما بين متوسط بارد. وهذا الكعك باش كيجي ناجح هو الفران ديال الزنقه، يعني الفران ديال الدار راه ما كيجيش بهاد البنه وما كيجيش بهاد الطياب بهذا الشكل بحال هكايا، ضروري من الفران. وتحيه للاخوان اللي صارين على الطياب ديال هذا الكعك لان عندهم تخصص ديالو، تحيه لهم من هذا المنبر الله يحفظهم. وهنا بالنسبه للتيبان شوكولا كيف ما كتشاهدوا ها انتوما وبالنسبه لهادو القريشلات البلديين كيف ما كتشاهدوا كيتعجنوا بالحليب والزهر والنافع والجلجلان وسميتو والزيت وبيضه. باش بالنسبه للمقادير ديال الكيلو، كيلو مقادير ديال الكيلو شحال الكاس ديال الكاس ديال الحليب؟ كاس في الكيلو، كاس ديال الحليب في الكيلو، الزهر
غير حسب غير الذوق غير شويه بحال معلقه مع اللي ما يبغيهمش ما يديرهمش. معلقه ديال الزهر وكاس ديال الحليب وسميتو وبيضه وشويه الملح والسكر على حسب الذوق واش بغيتهم حلوين ولا مسوسين، والدقيق على حسب الخليط. هما كيبغيو يتعجنوا يكونوا مطلوقين شويه ويتبقاو حتى يخمروا. ها انتما كيف كيجوا مقطنين. هنا ها انتما كيف ما كتشاهدوا هنا بالنسبه للكعكع دابا هما دخلوه نص طيبه كيف ما كتشاهدوا، هذا نص طيبه ياك المعلم، نص طيبه على قبل بانه باش ما يتبوقش هاكاك ما كيجيش في الفرينه الا كانت سخونه، ما يبغيش يطيب دقه واحده يعني من ديبار صافي. كيف ما كتسمعوا مول الفران كيقول لكم وحتى الحلويات ولكن خصوصا مول الفران كيقول لكم اودي راه ما كيطلعش في الطياب الا دخل الفران وطاب مره واحده يعني حتى تحمر، لا يطيب. ها انتم كيف كتشوفوا اللون ديالو غير كيتجمع ها هويا، وكيخرجوه اللاطات كيخلوهم حتى يبردوا عاد كيرجعوهم يكملوا الطياب ديالهم. هذه هي السر ديال الكعك المسفيوي باش معروفه منطقه عبده. هنا دابا هادو اللاطات جداد كيف ما كتشاهدوا، هادو يلا دخلوا للفران تبارك الله على المعلم. ودار السي سمير القزار الامين ديال القزاره الى غاب يتسنى ولا حضر يدنا ما يقدوش عليه، واخا يمشوا للقمر ويهبطوا ما يقدوش عليه. السوسن ها الكوثر تيارة راكبة معايا كيخرجوا تبارك الله على سمير، الله يسامحك الله يحفظك وليداتك. صديقنا تا هويا وخونا وحبيبنا وقال لك اسيدي تا هو خلي العالم يشوفه. شرفنا مرحبا بك ربي يخليك الله يسر بارك الله. وهنا باكم العبدي بعد ما تسارى الدنيا كامله وماليات الكعكع ومالي الفران وكل شيء ولاكار ما خليت ما جيت. المهم مشيت تقديت من لاكار واحد التقديه كيف شفتوا، ودابا ان شاء الله دخلت الكوزينه باش غنبريباري معكم شويه المسائل ديال سميتو ديال الفطور. شي حاجه بسيطه على قد الحال وصافي. وقبلوا علينا ونتمنوا الفيديوهات ديالنا ينالوا اعجابكم ويرضوكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بخوتي المغاربه كاملين. الكوثر ما قادها فرحه ركبتها في الرونج روفر 120 ترا ياك الكوثر هي والسوسن. دورتهم جمعت صحايم كامله دورت عليهم ما خليت دعيجات ما خليت زمران ما خليت رزازقه ما خليت، المهم فوجوا بناتي مساكن مقهورات من الخرجه ما يخرجوش ما كاين فين يخرجوا على البرد والسمر ما كاين حتى حاجه. الله يحفظنا ويحفظكم من شر الخلق هادشي اللي كنتمناو. الله يحفظنا ويحفظكم من شر الخلق لان حتى العين شويه راه صعيبه. مرحبا بكم وتبعونا ودخلوا عندنا نشوفوا شنو كاين. تا نديرو نعاود لكم باكم العبدي اي احياني هاي قال لا ثقه اخبار فروسكم على السيرو. هنا بالنسبه دابا جيت للدار سين نصوب واحد شويه ديال البطاطا سين نسلق فيها. هنا سلقت واحد شويه ديال لي باط كيف ما كتشاهدوا، واحد جوج بيضات شويه اللوبيا شويه البيتراف شويه الجزر كيف ما كتشاهدوا صافي. باش غادي ندير حوته في الفران درت حوته في الفران معمره. هنا بالنسبه للحوته هي هذه معمره وخديت شويه الفلفله عمرتها بالروز اللي كان باقي عندي من قبل. ها انتم كيف ما كتشاهدوا صافي بنيتي واخا الروز بالفلفله معمره ان شاء الله باش غادي نديرهم في واحد البلا ونزوقهم بديك الخضره. وهنا واحد شويه ديال الكبده والقلب مع شويه الطيحان الشحيمه ديالتهم غادي نديرهم في واحد طويجين غير بحال شكل مقله نقولوا حنا مقله، هما باقيين بالبلاستيكه ديالهم بالكاغد ديالهم. هنا بالنسبه للطاجين ديال الكبده اللي قلت لكم ها انتم كيف ما كتشاهدوا راني درت غير شويه البصله مع شويه ديال العطريه شويه كامون شويه البزار شويه سميتو قزبر يابس صافي هادشي اللي كاين. وغادي ندير لي واحد شويه ديال المعدنوس راني خرجت حتى مشيت جيت القزبر والمعدنوس من لاكار ها انتم وعاد جيت كيف ما كتشاهدوا صافي هادشي اللي كاين. هنا بالنسبه للخضار كيفاش كتشاهدوا زينتها مع شويه ديال المايونيز
ولا المطارد على حسب متواجد عندكم. دابا انا ان شاء الله باش غادي نحط الحوته ديالتي، غير واحد الباجوه غير صغيره داخله الفران، هادشي اللي كاين هنا بالنسبه للطواجن كيف ما كتشاهدوا. دابا بعد ما راه درتي غير زيت الزيتون، شويه الملح، شويه القزبر يابس، وشويه ديال الكمون غير واحد شويه لان غنعاود نضيف ليه من بعد، وسميتو فلفله حمراء والقزبر معدنوس خضر. ها نتوما يلا درتو حتى تشحر عاد درتو، ومن بعد ان شاء الله ما غادي يبقى من بعد ما غادي يطيب غادي نضيف ليه هادشي التزيين ديالو. صافي هذه الطريقه ديال الطاجين ديال الكبده، شويه الطيحان شويه القلب خلطين. هنا بالنسبه للحريره غير ديال البارح اللي كانت باقا عندي هي سخنتها، هنا غادي نضيف لها واحد شويه القزبر والمعدنوس كيف ما كتشاهدوا حي. صافي ونطفي عليها. ديما ملي تبات عندكم الحريره زيدوها واحد شويه ديال الماء باش تكون مطلوقه، الا ما كانت يعني ما تكونش ماجيش قاصحه، واحد تقصيصه ديال شويه القزبر والمعدنوس يتلاحوا معها. صافي هنايا ونسد عليها. هنا بالنسبه للطواجين ديالنا طاب كيف ما كتشاهدوا، دابا طفيت عليه. صافي انتما كيف ما كتشاهدوا واحد الرشيشه، وهنا واحد شويه ديال الفاخر. ها انتما الفاخره درت فيها واحد شويه ديال الشحمه هنا باش غادي نحطها عليها باش تجي فيه البنه ديال الشوا. بالنسبه للفاخر راه هو هذا، اللي ما عرفش هذا النوع راه هو اللي كيدار في الشيشه، انا راه ما كنكمل الشيشه لا والو، ولكن راه هو اللي كيدار في الشيشه سميتو ما عرفتش اش قالك سبيسيال فاخر سبيسيال سريع الاشتعال. ها انتما هي هذه. ها انا كناخذ منها غير طريف طريف كل مره ناخذ منها، وكيدار حتى البخور على فكره، راه كيدار حتى البخور، اللي عنده شويه البخور وبغى يديرو يديرو فيه. ايوا هنا هذا هو الشكل النهائي ديال الطابله ديالتنا ديالت اليوم كيف ما كتشاهدوا، حوته معمره في الفران طيبه في الفران، وشويه البطاطا شويه اللوبيا البيتراف او البارا، شويه المعجنات يعني نقولوا حنا مقرونه او لي بات بهذا الشكل، شويه خيزو والروز معمر. صافي هادشي اللي كاين. هنا بالنسبه كي قلت لكم الطاجين ديال الكبده ديالتنا مدخن فاخره مع شحيمه كيفاش كتشاهدوا. صافي هنا كتبقى عاطيه الريحه ديال انه كيجي على مذاق انه مشوي. وهنا هذا واحد الطواجين ديال الكفته عادي سميتهم تيبان شوكولا اللي شاركت معكم من يعني هادو عند مول فران، هادو القريشلات بلديين. ها نتوما هنا كيفاش كتشاهدوا، ها نتوما من الوسط ديالهم ها مقطنين. بغيريرات والمخمار دائما حاضر على الطابله ديالتنا ديال الفطور كيف كتشاهدوا، خاوي من الوسط. انتوما كيف كتشاهدوا ديما المخمار كيجي خاوي من الوسط، وبالطبيعه الحريره الحريره كي كنقول لكم دائما ديال يومين سخن، وتزيدوها واحد شويه ديال المعدنوس. صافي لا دارت البارح تشرب اليوم، ما دارش فريغو بلا مجمد، دارت فريغو من تما الواحد يحجز بلاصه للسبيطار. الله يحفظنا ويحفظكم. الحاجه ديال المجمدات انا راني ضدها وكنقولها في بزاف الفيديوهات ديالي، اللهم ناكلوا واحد الحاجه اللي هي فريشك
نجيبوها ناكلوها. غنجيب مثلا ثلاثه الحوتات ولا اربعه ولا خمسه ولا عشره، نجيب هذه الحوته ناكل انا وليداتي، فيها الخير والبركه مع شويه الخضره. الله يجعل البركه. علاش انا عندها نجمد نقتل راسي نقتل؟ راه المجمد هو السرطان. اش بغا يديروا لينا حنا؟ راه حنا كنمشيو للسبيطارات نتعالجوا، ولكن راه العلاج ما كاينش. حنا ما كنعالجوش نفوسنا، حنا ما كنعاونوش روسنا، هذا هو اللي كاين. ومرحبا بكم، والهلا يضرنا والهلا يضركم، وقبلوا على الفيديو ديالتنا للسابق للاحق. ونتمنوا ان شاء الله يبلغنا الله ليله القدر ويبلغنا العيد الفطر. ومرحبا بكم دائما في قناه خوكم عزيز العبدي. وانتم ماشي يقروا بيا، انتم شفتوا المشاهده رقدت هذا اليوم الله يسر. وانتم ماشي يقروا بنا على قبل الطفيلات. سعدي 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 بالبنات، سعدي بالبنات والسوسن. ايه هنا واحد العصير باناشي، صافي هادشي اللي كاين. وقبلوا علينا ومرحبا بكم. التمره دائما حاضر، السفوف الشباكيه راه اللي بغاها. انا الشباكيه صافي توادات معاها هي والسفوف، كناكل عتمره مع الفطور. الله يجعل البركه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله في قناه الطبخ مع عزيز العابدين.